كلنا بنهتم اننا نعلم اولادنا احسن تعليم، كل اب او ام مننا بيكون فرحان جدا لما بيشوف ابنه متفوق في دراسته وبيتكلم لغه او اتنين او تلاته، ودايما بنحاول نشجعهم ان هم يبقوا بيتكلموا لغات تانيه بطلاقه، ولكن هل ده معناه ان احنا ننسى لغتنا الام اللي هي طبعا اللغه العربيه؟ هل ده معناه ان احنا نوصل لمرحله ان كل كلامنا مع بعض يبقى باي لغه تانيه غير اللغه العربيه؟ لأن الموضوع وصل لمرحلة أنه فعلا بقى في ناس بطلت تتكلم عربي أو بتعتبر أنه الكلام بلغة أجنبية تانية ده مظهر من مظاهر الرقي الاجتماعي. عشان كده أطلق موقع اليوم السابع خلال يومين اللي فاتوا مبادرة مهمة جدا لفتت انتباه السوشيال ميديا بشدة، وهي مبادرة اتكلم عربي، وهي المبادرة اللي بتدعو الناس أن هم يقللوا شوية الكلام باللغات الأجنبية مع بعض ونتكلم باللغة العربية اللي هي لغتنا الأم. وعشان نتكلم اكتر عن الموضوع ده هيكون معانا دلوقتي على زوم الدكتوره رندا الديب، استاذه اصول تربيه الطفل وواحده من القائمين على المبادره. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. دكتور يا ريت تحكي لنا على المبادره وكان ايه سببها اصلا؟ تمام. احنا اولا عملنا المبادره عشان لقينا كده في موضه جديده ان كل الامهات بتفتخر ان ولادها بيتكلموا انجليزي، ما بيعرفوش يتكلموا عربي، ولو ابنها بيتكلم عربي كانه عيب موجود يعني. فاحنا لقينا دي موضه وعماله تنتشر وفي زياده جامد جدا. فاحنا قلنا لازم يبقى في وقف، احنا لازم نتكلم عربي عشان الانتماء، عشان الهويه القوميه. حضرتك لازم تبقى فخوره ان ابنك بيتكلم عربي طبعا. مش العكس تماما. طبعا عايزه اقول لحضرتك اللغه العربيه عامله زي نسخه الويندوز. هو احنا ليه بننزل نسخه الويندوز على اللابتوب او على الكمبيوتر؟ عشان يفتح لنا البرامج، يفتح لنا الصور، يفتح لنا الآلة الحاسبة. عشان كده بننزل الويندوز بقى في مخ الطفل هو اللغة الأم، إن هو يتعلم اللغة الأم، لأن هو بيفكر باللغة الأم، بيتعرف على العالم من حواليه عن طريق اللغة الأم، فبقت هنا اللغة الأم مهمة. فإحنا لازم نعلم ولادنا اللغة العربية عشان إحنا لغتنا اللغة العربية، لغة الإضاءة، لغة القرآن الكريم. طبعًا. فهنا عملنا المبادرة عشان نقول لكل أم كوني فخوره ان ابنك بيتكلم عربي، بيتكلم عربي بطلاقه. طب دكتور رندا، حضرتك شايفه ان عدم الاهتمام بتعلم وتكلم اللغه العربيه معناه ان احنا بنربط الطفل بثقافه اجنبيه غربيه عننا ولا لا؟ تمام صح. لما الطفل بيتعلم لغه اجنبيه وبيهمل او بيأجل اللغه العربيه ان هو يتعلمها بعد كده وقت متاخر، فهنا انا يعني بزرع فيه انتماء للغه ثانيه، لثقافه ثانيه، لبلد ثانيه. عايزة أقول لحضرتك كمان إن اللغة العربية من أصعب اللغات تعليما. طبعا. كمان هي تاني لغة انتشارا في العالم. فلما الطفل بيتعلم اللغة الأم في سن مبكر ده بيسهل عليه تعليم أي لغة تانية. فأنا كده لازم إيه؟ يبقى عندي السنس إن أنا أعلم الابن اللغة العربية. صح. بحيث إن أنا بسهل عليه إن هو يتعلم أي لغة تانية، لأنه هيبقى صعب إن هو يتعلم اللغة العربية في سن متأخر. مظبوط.